في هذا اللاعب خصوصا بالجانب الدفاعي. هنا انطلاقه في اليمين، ويا سلام يا سلام على الكره الماضيه وعلى الهدف الاول. جابرييل جيسوس، وما في غيره ما في غيره في الاونه الاخيره، هو الصوت العالي للبرازيل، هو نغمه الاهداف، هو الطرب الهجومي لكره القدم البرازيليه. يدون الهدف الابريال جيسوس، يدون الهدف الاول، وغلطه الشاطر بهدف يا هيرنانديز في حضره جابرييل جيسوس. انطلاقه والخطا ممنوع ممنوع، ويا سلام على لمسه الجمال من جانب جابرييل جيسوس، يضعها في المرمى ويعانق الشباك للاعب عانق المتعه، عانق المتعه قبل الشباك، لمسه من اجمل ما يكون. وقلنا يا جماعه، قلنا قدموا فيها لمسه الجمال والسحر الحلال الحاضر امامنا. جابرييل جيسوس هدف رائع 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 امام هذا اللاعب، لا تجازف لا تبالغ، فالخطأ بهدف امام جابرييل جيسوس يا هيرنانديز. هدف اول ياتي امامنا، وفي الاونه الاخيره هو ابتسامه البرازيل. ابو التمريره فيليب لويس، محاولة التقدم للامام والبحث هنا عن المهاره والعرضيه والكره، يا سلام يا سلام يا ويليان. ويليان يضيف الثنائيه للبرازيل بكورة ثانية حاضرة أمامنا تعانق الشباك للمرة الثانية. البرازيل ولا شيء سوى الصمت يا دودا مال، والفرجة على إبداع البرازيل يا دودا مال. ويليان يا دوب ما تمينا الكلام عنه، وقلنا قلنا بأن دائما البلوذ يتشبث به في لحظات البحث عن الانتصار، فأتى وأهدى البرازيل ثاني أهدافه. يا دوب نتغزل فيك، يا دوب نتغزل فيك، فرد على حديثنا ووثق على حديثنا بهدف ثاني لويليان، يضيف ثاني الأهداف وثاني الأفراح للبرازيل. ويليان بهدف ثاني، هدف رائع عن طريق الرائع ويليان، ثاني الأهداف إذن لمنتخب البرازيل عن طريق الحاضر أمامنا الرائع ويليان.